اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه اللي بالتاكيد بينورنا ويشرفنا فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، اللي هنتكلم معاه في ملفات مهمه جدا اكيد السوشيال ميديا كلها بتناقشها في الايام الاخيره، وكمان فرصه نعرف منه بعض الاخبار والمعلومات الجديده اللي بالتاكيد جمهور الاهلي مستني يعرفها في الايام المقبله. استاذ حكيم ازيك، منور الدنيا واهلا بيك في برنامج الترند. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، وسعيد اني موجود معاك. احنا اسعد بالتاكيد، وفرصه نفتح معاك ملفات مهمه جدا، ولكن هبدا معاك الاول بلقاء بالامس كان على شاشه الاهلي من خلال الكابتن احمد شوبير في وجود الاستاذ احمد حسام عوض عضو شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، واللي اتكلم في ملفات مهمه جدا ليها علاقه بمساله المداخيل الماليه وعقود الرعايه والاعلانات والتارجت اللي الشركه بتشتغل عليه للفتره الجايه. ليه ببدا معاك الحوار ده؟ لان في حلقه سابقه يمكن الاسبوع اللي فات كان استاذ حكيم اتكلم في جزئيات ليها علاقه ان النادي الاهلي بيسعى لتنميه الموارد من خلال افكار جديده تتعلق بعقود الرعايه في السنوات اللي جايه، فاكر؟ احنا اتكلمنا في الاسبوع اللي عدى فعلا وقلنا النادي الاهلي بيشتغل مبكرا جدا لملف عقد الرعايه اللي بينتهي في شهر 8 او شهر 7 2025. يمكن بعد الكلام ده ناس كتير على السوشيال ميديا تقول لك اصل انتوا عشان قناه النادي الاهلي لكن طلع الاستاذ احمد حسام عوض عضو مجلس اداره شركه الكوره بالنادي الاهلي واكد نفس الكلام وقال لك ان احنا بنشتغل. كمان انت جزء مهم جدا من دورك كنادي اهلي مش انك تبقى ممثل جيد للكره القدم او في جميع الالعاب او انك تبقى تجيب بطولات او كمان تصدر تبقى مورد مهم للمنتخبات في اللعيبه، لا كمان لك ادوار تانية، دور مهم، دور تنموي ودور اجتماعي ودور كمان ان انت بتتماشى بتمشي مع سياسه ورؤيه الدوله، سياسه ورؤيه الدوله زي ما رحت مثلا تعمل فرع التجمع الخامس اللي هو قريب جدا من العاصمه الاداريه واشتغلت عليه وفتحته خلى الدنيا اشتغلت في المنطقه زي ما انت قبل كده عملت فرع الشيخ زايد، ده جزء من دورك في انك تتماشى. كمان دورك اللي قاله امبارح الكابتن احمد حسام عوض يمكن حتى ما وضحوش، هو اتكلم في خطط عامه ان انت دورك زي ما الدوله بتحاول توجد مداخيل للدولار العمله الصعبه، انت التاني دورك ان انت بتروح، وقال لك امبارح ان احنا بنشتغل على جزئيه ان احنا نجيب شركات اجنبيه تبقى من رعاه النادي الاهلي سواء شركه طبيه او شركات راعيه. كمان اتكلم على حاجات كتيره جدا تتعلق بالاستثمار وان احنا متاخر، مش النادي الاهلي، ان في مصر في جاب كبير جدا ما بينك ما بين الانديه اللي بره، ده يمكن يفسر لك قد ايه حجم الديون اللي على بعض الانديه اللي هي ما بتشتغلش على جزئيه التسويق الرياضي وان انت تعرف تسوق المنتج بتاعك. وما تقوليش مثلا ان انت اصلا ما عندكش جماهير زي النادي الاهلي وانت ما عندكش بطولات، النادي الاهلي بيحققوا البطولات نظامه وسيستمه وتسويقه. في جزئيه احمد حسام عوض يا استاذ محمد انا عايز بس اتوقف عند جمله بعيدا عن جزء الفلوس والنادي الاهلي بيشتغل وبيشتغل في سكه ان انت تنمي مواردك، ان انت بعد مثلا توصل رقم اعلى من الرقم اللي انت وصلت له، كمان ان انت لو كان عندك مشكله قبل كده في التعاقدات انت يعني مش هي مشكله في التعاقد، يعني كنت بتوجد صعوبة في ان انت مطلوب منك $1,450,000 شهريا زي ما المهندس خالد مرتجي قال من حوالي اسبوع، لكن انا عايز اتكلم عند نقطة ان انت كيف تصنع كوادر رياضية، ودي حتة ان انت مش بتيجي رئيس نادي او مجلس ادارة نادي بتيجي تقضي دورتك تحقق بطولات زي النادي الاهلي وتمشي، لا دورك ان انت بتسلم اللي بعدك كوادر ادارية مؤهلة ان انت تمسك مناصب في النادي الاهلي او مناصب الرياضة بشكل عام بعد 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنين. الكلام ده مش هتلاقيه الا في النادي الاهلي، ودي مش مجامله عشان احنا في قناه النادي، دي الحقيقه. احمد حسام عوض امبارح بص له كده وشوف هو بيتكلم، شوف الفكر، شوف الاستراتيجي، شوف الراجل اللي بيكلمك فيه بيقول لك احنا بنجيب منظومه طبيه تشتغل من ناحيه توفر لك الفلوس اللي انت بتصرفها. هي الحلقه بصراحه امبارح مع الكابتن احمد شوبير بامانه يعني كانت فيها تفاصيل ايجابيه جدا ومناقشات حواريه تقدر تطلع بمعلومات وتعرف كمان يعني تفكير الكوادر الشبابيه اللي موجوده داخل النادي الاهلي. ما ده انا بقول لك على ان انت مثلا واحد زي احمد حسام عوض ده كادر انت بتبنيه للمستقبل، زي مثلا امير توفيق حتى لو انت اختلفت مع رؤيته ده كادر بتبنيه للمستقبل، زي ما انت عندك كابتن حسام غالي كادر بتبنيه للمستقبل، هو كان لاعب رائع بس انت دلوقتي بتتكلم على اداري بتحاول تطوره اداريا، عندك كان كابتن سعد عبد الحفيظ برضه بنيته بدا معاك من تحت صحيح من ايام كابتن حسن حمدي، ناس كتيرة جدا بتشتغل، عندك دكتور محمد سراج، عندك محمد الضماطي، عندك مهند مجد مش عايز، عندك مي مش عايز انسى اسماء، بس ده حته مهمه جدا. امبارح وانت قاعد بتتفرج بتبقى مبسوط تبقى فرحان. مين في الانديه، تعالى معلش هناخدك في حته بره السياق، قدر تقول لي مهندس هاني ابو ريده تتفق او تختلف معه، هو عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي لكره القدم، مين في مصر موجود حاليا يتحط على التراك بعده بنيت كادر بعيد لسه مش بعيد مش موجود. دكتور حسن مصطفى وهو شخص عظيم جدا رئيس الاتحاد الدولي، حطيت مين ككادر يجي بعديه بعد كام سنه عشان تقدر تعمل الكلام ده اذا عملته. النادي الاهلي بيحضر الكلام ده من بدري جدا. هتقول لي الفوارق بعيده جدا، اقول لك ما الفوارق مش بعيده. انت دلوقتي كابتن محمود الخطيب باني تحتيه اجيال، نائب رئيس نادي، عضو مجلس اداره، ايه الكلام ده كله،
جبت حد اعضاء مجلس اداره تحت السن كابتن حسام غالي في شركه اهلي كره القدم. احمد حسام عوض ده انت مش بتبنيه وبتاسسه وبتدي له فرصه ان ياخد، خد بالك المسؤوليه دي شيء مش سهل. طب اروح معاك بقى للماليات شويه. في تفكير فعلا ان ممكن يكون في ارقام ماليه لعقود رعايه من خارج مصر بحيث ان يكون في دخل دولاري في السنوات اللي جايه؟ طبعا في تفكير. ما هو انت السنه دي كرعايه وكبث فضائي لا بس فضائي انت محكوم بحاجه هنا برضه هتفضل واقف قدامها كتير، اللي هي جزئيه ان انت الشرط البث اللي هي بقالك سنين بتتكلم فيها وهتفضل انت اسير للجزئيه دي. والنادي الاهلي بيتعرض لظلم لان انت بتبيع بس جماعي، لكن النسبه الاكبر بس هيتعرض لظلم. لكن تعالى مثلا طلع النادي الاهلي من المعضله. النادي الاهلي ليه بيروح للحته دي؟ الدوله سياستها نفسها انك توجد موارد استثمار بالدولار، فانت نفس القصه انت عندك شركتين بالفعل موجودين في عقد الرعايه الحالي، لكن انت بتحاول تشتغل على جزئيه ثانيه انت بقى كمان العقد نفسه بالدولار. ودي يمكن اتكلم فيها كابتن حسام، احنا مش بنقولها عشان مثلا ده احنا بنجيبها من عند الاستاذ احمد حسام عوض اتكلم فيها امبارح، ان انت الشركات بتحاول تشتغل على ان بقى العقود بتاعتك بالدولار، وده شيء مهم جدا ان انت تدي الفرصه، وانا قاعد معنى الكلمه تدي الفرصه للنادي الاهلي انه يشتغل في الحته دي، لان النادي الاهلي بره يا استاذ محمد واحنا طلعنا انا وانت واصدقاء صحفيين كتار وشافوا النادي الاهلي بره. هي الكلام شعبيه النادي الاهلي بره في الدول العربيه مش بالكلام، مش هقول لك انا مثلا انا الاكبر شعبيه في الوطن العربي، مش بالكلام، مش بالشعارات صح، مش بالشعارات، مش انا اطلع اقول لك دلوقتي في برنامج تلفزيوني النادي الاهلي اعلى شعبيه، لا هي القصه مش كده. القصه تعالى حضرتك قيس وانت بتطلع بره، وانت بتروح الامارات، وانت بتروح السعوديه، وانت بتروح الكويت، وانت بتروح قطر، وانت بتروح الجزائر، المغرب، وانت بتروح اي مكان في العربي وافريقيا وحتى عالمي. شوف دلوقتي اسم النادي الاهلي قد ايه، انت رايح انتر كونتيننت، رايح كاس العالم دي 2025. شوف لما انت وفد من عندك طالع رايح كاس العالم دي، احنا كنا بنتكلم الاسبوع ده قلنا فيه مين هيطلع، قلت لك النادي الاهلي لسه هيدرس الموضوع بس عشان بعد المسافه. كابتن محمود الخطيب يمكن تم الاعلان الرسمي، كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي. تخيل بقى انت وفد رايح النادي الاهلي يحضر وسط 30 او 32 وفد من اعلى انديه العالم، الكلام ده بكام؟ الكلام ده فلوس بقى. احنا اتمنى ان احنا بقى في مساعده انك تدي النادي الاهلي الفرصه ان يقدر تساعده تدي له بوش في الحته دي، يجيب شركات تشتغل في السوق المصري. بس في معلوماتك انت في شركات فعلا جاهزه؟ في اربع شركات موجودين. اربع شركات؟ اربع عروض. اربع عروض؟ اربع عروض موجودين اوكي عندك، منهم واحده امبارح الاستاذ احمد حسام اتكلم عليها الجزء الطبي بتاعتها دي هتيجي تعمل لك رعايه طبيه، وفي ثلاث عروض تانيين موجودين. بس القضيه كلها انت برضو لازم تدي النادي الاهلي دفع ان تخليه يشتغل في الحته دي. اكيد اكيد طبعا. طيب عايز اكلمك برضو في مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. هو تحدي جديد وفخر جديد للكرة المصرية والكرة العربية، لكن هل التناول الإعلامي مواكب الحدث وأهميته؟ كاس فيفا انتر كونتيننتال في قطر، مونديال الأندية في أمريكا، شايف في إعلام بيناقش التفاصيل دي؟ لا احنا بنناقش ان وسام ابو علي هيمشي، بنناقش ان محمد الشناوي عايز ياخد 450 مليار، بنناقش ان بيرسي تاو مش لاقيين له عرض، ده اللي بنناقشه للأسف. يعني اقول لك ايه، انت عايز الحقيقة؟ الحقيقة طبعا. ما هو ده اللي بنناقشه دلوقتي. لما تيجي تقول لك احنا بقالنا 3 ايام بنسمع خبر كده، وانا والله العظيم تملي حتى بقول كلمه خاطب لغه العقل. يعني لما حد كمتلقي انت يعني العقل اشتغل بعقلك، يجي يقول لك يحيى عطيه الله الاهلي هيفعل بند الشراء بتاعه. طيب ما انا من شهرين جايبه اعاره لمده سنه مقابل مبلغا ما هدفعه عن تفعيل بند، هتفرق ايه لو فعلت البند دلوقتي من شهر 6؟ ايه اللي هتفرق بالنسبه لي؟ فبعيدا عن حتى يعني تشكيله الطرح بتكلم فيها، انا بدل ما اروح لحته ان انا كاس العالم للانديه عشان 32 فريق، بدل ما اشتغل على جزئيه ان انا اشوف مين اللي رايح في ال 32، مين الوفود اللي رايح، اشتغل على جزئيه النادي الاهلي مين هيبقى موجود معاك، مين مش معاك، مين منافسين الاهلي، مين الفرقه اللي هتشارك، مين اللعيبه البارزه. عارف انا اقبل الاجتهاد حتى لو بالخطا في الحته دي، اقول مثلا الاهلي هيبقى في تصنيف رابع. عارف لو طلع واحد وقال لك تعالى نجتهد ونحط تصنيفات، على فكره انا اتقبلها منه. ليه؟ هو بيتكلم في الحدث، بيتكلم في الكوره. لا بيتكلم في حدث انت بتعظم قيمه حدث بيشارك فيه نادي، شئت ما بيت هو حاليا الحدث الاكبر على مستوى العالم والحدث الفريد بالنسبه لمستوى الانديه. يعني دي مش هتعرف تغيرها بالواقع، لا هتقول لي قلعه رياضيه صغيره ولا هي القصه كلها مرتبطه بالموضوع ده. شئت ام ابيت دي اعلى بطوله، خد بالك في لاعبين منتخباتها ما بتديكش الفرصه انها تشارك في كاس عالم. مزبوط. يعني مثلا زي هالاند في النرويج ما بيروحش كاس عالم لانه منتخب بلاده مش في مستوى القوه اللي بتخليه يروح. ففي لعيبه جات واعتزلت ما راحتش كاس عالم. كاس العالم للانديه دي بتدي لعيبه معينه فرصه، لان دي مشاركه 32 فريق، بتدي لعيبه فرصه انها تروح تلعب كاس عالم وتعيش اجواء كاس عالم. في لعيبه عندك وده عندك انت عايزه تقعد وبتقاتل انها تقعد لمجرد مش عشان خاطر النادي الاهلي فقط، لا عشان خاطر كمان تبقى عندها شرف ان هي لعبت كاس عالم للانديه كبير. قول لي مين دلوقتي في المنظومه اللي احنا موجودين فيها بيحاول حتى يجتهد، شوف بقول لك حاول حتى يجتهد يكلمك عن كاس العالم للانديه، يكلمك عن الانتر كونتيننتال. باشا يا سيدي مش هروح كاس العالم للانديه، خلاص الشهر الجاي حتى الانتر كونتيننتال يكلمك. احنا قاعدين نشكك بقى في ايه؟
اصل هتاخد كاس تاني، كاس اتحاد دي اصل دي هتبقى، طب دي هتحسبها شهر. طب انت يا عم ايه مشكلتك في الحياه ان انا بنافس ريال مدريد؟ النادي الاهلي انت هي دي مشكلتك في الحياه ان الاهلي تقول ان هياخد كاس اتحاد دي؟ طب يا سيدي انا على فكره انا واحد لو الزمالك او اي نادي عنده الموضوع ده انا هقولها صراحه، وبالعكس ده انا هعظم الموضوع ده واتكلم عليه. المنافسه شيء مشروع، لكن الا تخرج عن النطاق الطبيعي، يعني بمعنى ان انت اتكلم زي ما انت الا عايز، تخرج عن المألوف، عن المألوف يعني الا تخرج عن المألوف في كلام يعني لا هيقدم ولا هيأخر، بس بنعمل شو على الشاشه. ده يعني مثلا تقدر تقول الاهلي واخد 44 دوري، دي حقيقه تنفع تغيرها؟ لا حقيقه رقميه معروفه، حقيقه رقميه. نفس الموضوع الاهلي بيشارك كممثل الكره المصريه وواحد من اربع فرق في الكره الافريقيه في كاس العالم للانديه، مش هينفع تغيرها، مش هينفع تشكك فيها، مع كامل الاحترام مش هينفع تشكك فيها. طب هو ليه الناس دايما واخدانا في سكه بيرستاو في الصيف كان هيمشي وبيرستاو كمل كمان شهرين؟ لا بيرستاو ماشي في يناير، وسام ابو علي عنده عروض، الشناوي هيجدد؟ لا مش هيجدد. انا حتى النهارده في بدايه الحلقه وانا بتكلم على اخر اخبار الاهلي والانترو قلت يا جماعه مساله التجديد بالنسبه للاعبين هتسير وفقا لرؤيه المدير الرياضي في استراتيجيه وضعها بالنقاش كده مع الكابتن محمود الخطيب قبل ما نقعد مع اللعيبه ونقول ده هيجدد ده هيقعد سنه سنتين. ليه الناس ما بتروحش للمناطق دي ودايما يخش في تفاصيل؟ ده هيفعل بند الشراء، ده هيمشي في يناير، ده هيجدد، ده هيمشي. هو انت طبيعي وعلى ارض الواقع مفيش اصلا معلومات مؤكده من كل اللي بيتقال، مفيش لاعب طلع يتكلم صراحه او تلميحا حتى عن ان هو مثلا عايز يمشي من كل اللعيبه اللي انت موجود. ما ده اللي انا بقول لك عليه، انت بتتكلم على لعيبه موجوده عندك، اللعيبه بتقاتل عشان عندك انت، انت رايح تلعب كاس عالم للانديه وتلعب انت الكونتيننتال. مفيش لاعب يقول لك مهما شفت وسام ابو علي لما الناس اتكلمت على عروض طلع هنا في مداخله في قناه النادي الاهلي قال لك ايه؟ قال لك انا باقي صح وهلعب كاس العالم للانديه 2025 والموضوع اتقفل وقتها على طول والموضوع اتقفل ليه؟ وبعد كده يقول لك ما احنا لا ما احنا طب هنخلص ازاي؟ ما احنا عايزين ماده نشتغل عشان نطمس حاجات تانية الاهلي مش عايزين نعظمها. يقول لك اصل الاهلي قعد وعد العقد وسام ابو علي، ايوه انا جايب لاعب من بعيدا عن الموضوع ده شان داخلي الكابتن محمد رمضان ومارسيل كولر وسام ابو علي، بس انا بتكلم انا لاعب جايبه من 8 شهور، جايبه من 8 شهور او من 9 شهور هعدل له عقده بعد 9 شهور عشان جاله عرض. طب ما الاهلي لعيبه الاهلي ال 24 لاعب او التمام بيجي لهم عروض، ما فيش لاعب بيلعبش في النادي الاهلي، انت في نادي التوب في الاهلي او في افريقيا طبيعي ان هيجي لك عروض، ولو ما جالكش عرض زي ما كابتن سعد حفيظ تملي بيقول الجمله دي يبقى في حاجه غلط في الموضوع اكيد. يعني كابتن سيد كان بيعجبني انا تفكير كابتن سيد بصراحه، يقول لك ايه؟ يقول لك انتوا يا جماعه بتندهشوا من الاهلي يجي له عرض، يعني هي عيب ان انا اقول الاهلي لا ما جاله عروض، ما لو ما جالوش عرض تبقى في مشكله، يبقى في مشكله، يبقى انا اللعيب اللي عندي امكانياته لان مش انا كل اللعيبه اللي هي الافضل في مراكزها على مستوى مش مصر بس فالطبيعي ان يجي له عرض، يعني وسام معلم طبيعي ان يجي له عرض، حسين الشحات بيرسي اي حد، لكن القصه فين؟ هو اللاعب موقفه ايه؟ وهو متفاهم وجهه نظر انا كنادي ايه؟ خد بالك اللوغاريتمات دي محدش يفهمها الا الناس اللي عندها تسامح مع نفسها وعندها اعتراف بالحقيقه. طيب في نقطه انت اتكلمت عليها في الاول متعلقه بعقود الرعايه والاعلانات، وممكن ده يكون في مداخيل ماليه بالعمله الدولاريه تفيد الاهلي في السنوات اللي جايه. هل الامر ده بخلاف الكوره مش هيبقى ايجابي انك بتدعم بيه الالعاب الجماعيه اللي في النهايه لا بنشوف اتحاد السله بيساهم في ده ولا اتحاد اليد بيساهم في ده ولا اتحاد الطايره اللي عنده انتخابات بيساهم في ده، كل اتحادات عندها انتخابات. هل حد قدم في برنامجه ايه الامكانيات الماديه اللي يقدمها للانديه؟ بالعكس بياخد فلوس من الانديه. نقطه مهمه جدا. واللجنه الاولمبيه فين من الكلام ده؟ نقطه مهمه جدا اللي انت اتكلمت فيها يا استاذ محمد، لاني المهندس خالد مرتجي من اسبوع اتكلم على ان النادي الاهلي بيصرف حوالي 500 وكسور مليون جنيه، ما يقارب من نصف مليار جنيه على الالعاب الجماعيه اللي ما بتجيبلكش حاجه، وانت بتعملها لعده اسباب اهمها ان انت مش عشان تحقق بطولات بس، عشان انت بتبقى امداد لعيبه للمنتخبات. بالظبط. طب تعالى بص للنادي الاهلي مثلا لو جه قال لك طيب انا دلوقتي اللعيبه دي ما بتجيبليش فلوس. وانا هضطر اخلص عدد اللعبات دي. طب ايه المشكله؟ انت دورك كلجنه اولمبيه هنا ليك دور مهم جدا ان انت بتطرح. على فكره انا بس عايز افكر الناس بحاجه، الله يرحمه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي كان مره في جمعيه عموميه للسله على ما اتذكر، فعرض فكره ليه يا جماعه ما نبقاش عندنا كلمه البث الفضائي لمباريات السله وتتباع؟ خد بالك ده انت وانت بتنتج الكلمه دي وانت بتطلع مشروع وفكره القصه دي انت بتوجد مداخيل وبتوجد فلوس لكل لأندية. الانديه مش الاهلي بس. طب ليه اللجنه الاولمبيه باعتبارها وما تقوليش اصل كل الاتحاد بيشتغل؟ اصل انت مش هتجيب اتحاد اليد تعلمه، ومش هتجيب اتحاد السله تعلمه، ومش هتجيب اتحاد الطايره تعلمه، مش هتجيب كل الاتحادات في مظله، في مظله اللجنه الاولمبيه. ليه انت ما حطيتش برنامج ان انت تعالى يا باشا نحط موارد استثمار، موارد تسويق؟ انا مش هفضل مدى الحياه معتمد على ان في انديه بتشتغل بدراعها، في انديه بتشتغل لان هي بدراعها فعلا، لان النادي الاهلي
حتى لو حاول تسويق الفرق الجماعيه، شئت ما بيت الكره القدم هي اللعبه الجماعيه الاولى في مصر. في اهتمام شويه باليد، في اهتمام بالسله، بس في الاول وفي الاخر انت كلجنه اولمبيه فين مشروعك؟ فين مشروعك اللي انت قدمته للموضوع ده؟ ما تقوليش مش بس فضاء، لا يا باشا صباح الخير، ده مباراه الناشئين دلوقتي قربت في الكوره انها ممكن تتباع. تخش بقى السله واليد والطايره والكلام ده كله، انا ما بعش حقوق الحاجات دي. امبارح كان ماتش اليد بيتذاع اهلي وزمالك، النهارده في ماتش للطايره هيتذاع، يعني ماتشات الالعاب الجماعيه دايما كلها بتتذاع وعليها اقبال جماهيري كبير. وخد بالك يا استاذ محمد، انت لما تذاع الماتشات دي هيبتدي توجد رعايه بقى، تبتدي المعلنين تروح للحاجات دي. انت الالعاب الفرديه لما بتاخد بطولات بره، السكواش، ليه السكواش دلوقتي عند كل اللعيبه تلاقي كل لاعب عنده راعي واثنين وثلاثه موجودين على التيشيرت بتاعه؟ ليه؟ لان دلوقتي ابتدت ماتشات الاسكواش بتتذاع، ابتدت في بطولات في مصر بيتم تتعمل هنا وبتتذاع على القنوات، فابتدى توجد موارد. فانا هنا مش قصه ان انا بساعد وما بساعدش، قصه ان انا بساعد لان انها تكمل المسيره. تعالى النادي الاهلي مثلا بيشتغل على 21 لعبه، لو النادي الاهلي جه صاحي من النوم دلوقتي بكره، وده على فكره، على فكره لو عمل انا شايفه انه اجراء طبيعي جدا، لو قال لك لا طب انا ال 21 اخليهم 12 عشان اقدر اصرف كويس، هتقدر تمنعه؟ انت بقالك سنين انا بعاني، بس المنتخبات هتتاثر نتيجه ان الاتحادات مش قايمه بدورها. وغير كده انت دورك مش كره، مش رياضه بس، انت دورك ليك دور ان انت مجتمعي. بتنشئ نشاه سليمه للناس لما بتوفر لهم بيئه مناسبه للرياضه. انت كلجنه اولمبيه قبل ما بتفكر في ان انت يعني، طبعا هو كلنا عارفين الاستاذ ياسر ادريس هو خد كسب انتخابات اتحاد السباحه عايز يحافظ على منصبه. قول لي انت مشروعك اللي انت الانتخابات في شهر ابريل، قول لي من دلوقتي لحد شهر ابريل قدم لي مشروع. ايه اللي هتعمله للالعاب؟ هي القصه مش بتقعد على الكرسي تبقى رئيس اللجنه الاولمبيه وتشتغل على الاولمبياد 2028 اللي احنا كل دوره بنتكلم عليها ونوصل لها نحقق 4 ميداليات و3 ميداليات. احنا لا ناجحين ان احنا نوفر بيئه مناسبه للعب، ولا ناجحين ان احنا نروح نحقق ميداليات. هنعتمد بقى على ايه؟ وانا اخد بقول لك من دلوقتي اهو، هنشتغل على سكواش، ربنا يستر على سكواش، عشان السكواش احنا دي لعبه رايحه اولمبياد هتبقى موجوده، فاحنا هنشتغل احنا مصنفين. وانا بقول لك اهو في دول جايه، وانا كنت في بطوله قطر الدوليه للسكواش. انت في لعيبه دلوقتي جايه كسب المصنف الاول والثاني، مصطفى عسل والشربجي كسب الاول والثاني، لاعب من دوله كده ابتدت تحط الدول تشتغل عليها. فانت هتشتغل على السكواش، اول ما بقت اللعبه لعبه اولمبيه ابتدت الاتحاد والدول تركز معاها. طبعا ما هو دلوقتي انت كلجنه اولمبيه لا بتشتغل على توفير بيئه مناسبه للعب ولا بتجيب لي ميداليات. طب ايه الاجنده اللي انت بتعملها لي؟ اعيش في احلام 4 سنين؟ انا على فكره ما عنديش مشكله انك تشتغل على الميداليات وده حقك، بس يوفر لي بيئه مناسبه للانديه انها تجيب فلوس من الالعاب دي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تبيع بس فضائي وتوجد، وخد بالك البس فضائي ده البدايه، ان الانديه تعرف تطور من الحته التسويقيه، تعرف تبيع التيشيرت. على فكره انت لو عملت الكلام ده سنتين والثالثه هتلاقي النادي الاهلي يعمل مزايده منفصله لرعايه ملابس الالعاب الجماعيه، والكلام ده انا بقوله لك وعلى مسؤوليتي الشخصيه. مزايده منفصله طبعا. لو سنتين ثلاثه زعت، انت متخيل لما انا ازيع ماتشات سله ويد وطايره دايركت على طول، مش قصه انك تزيع لماتش وثلاث اربع، يعني مثلا الاهلي بيلعب الترام امبارح تقول لا مش هزيعه، لا ما هو انت لازم يبقى عندك اليه توجد تذيع باعتبارك المظله. هي القصه بتاعت بس الفضاء بدات منين؟ استاذ سمير زهر الله يرحمه مع الكابتن حسن حمدي. الله يرحمه. بالظبط كابتن سمير وقتها لما اقترح الموضوع ده وابتدت في التسعينات، مش عارفه ومش متذكر طبعا، هي القصه كانت بدايتها كده. فانت لازم يا باشا توفر للانديه، وعلى فكره الكلام ده اهلي زمالك اتحاد، خد بالك اتحاد اسكندريه كان في تصريح لسه يا استاذ محمد بيقول لك ان 70% من الفلوس بيصرفها الاستاذ محمد مصيحي. طب الاستاذ محمد مصيحي مشي، اتحاد اسكندريه هيعمل ايه؟ الانديه دي تشتغل ازاي؟ صح. انت لازم كلجنه اولمبيه تحط مشروع بالنسبه لك، ان المشروع ده تقدمه للناس. ايه هو المشروع بتاعك؟ انك تقول انا عايز اوفر موارد دخل في الالعاب الاخرى بعيد عن كره القدم طبعا. طيب اروح لتفاصيل سريعه كده لها علاقه باخبار الاهلي. اجتماع الكابتن محمود الخطيب بالامس مع الكابتن محمد رمضان، لو في تفاصيل ممكن تتعلق بالمرحله اللي جايه. بص الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان بيشتغلوا اجتماعات على فكره متواصله، يمكن الصوره اللي ظهر دي بتطلع صوره كده فالناس بتربط، لكن الاجتماعات دي على فكره لا تتوقف. يمكن بس بتبان لك ان انت لما بتروح التمرين الكابتن محمد رمضان موجود في مجلس الاداره وبيجتمعوا. ليه؟ انت بتشتغل بنظام على طول بشكل يومي عشان اي ملف عندك بتعالجه. لكن الاجتماع امبارح كان متعلق باللي انت طلعت وكسرت الدنيا فيهم وخلاص، خلصت الموضوع خلاص، ما انت خلاص ميعاد السفر اعلنته وكل التفاصيل امبارح انت هم كان بيتكلموا بيتفقوا، انت طلعت اعلنت كل اللي هم كان المفروض هيعلنوا، فخلاص خلصت الموضوع. ميعاد السفر لقطر، فندق الاقامه، ملعب التدريب. تقرير اللي كان النادي الاهلي شارك في ورشه عمل في الاتحاد الدولي لكره القدم كان في العاصمه القطريه، فهم بيناقشوا الموضوع وتطرقوا لبعض الملفات الخاصه ب سفر اورلاندو بايرتس جنوب افريقيا برضو، التجهيز مثلا لماتش استاد ابيجان، الحاجات المتعلقه مثلا بالحاجات اللوجستيه بتاعه الفريق برضو، تطرقوا لجزئيه تجديد وتمديد العقود، وده شيء على فكره طبيعي جدا. ده شيء كويس ان احنا لحقنا الموضوع بدري بدري. ما انت خلصت الموضوع من قبل. بس فهنا كابتن محمود خطيب وكابتن محمود رمضان كمان، بص خد بالك بيشتغلوا في كل الملفات مع بعض، في كل الملفات مع بعض، مفيش اي حاجه. وتقعد مع المدير الفني، المدير الفني بيسمع
كابتن محمد رمضان بيجتمع معاه، كابتن محمد رمضان بين الاسطوره كابتن خطيب بيتشاوروا في الامور. حتى سفريه مثلا جنوب افريقيا اللي هي يوم 7 ديسمبر الاهلي بيشتغل عليها من دلوقتي، من دلوقتي ابتدى يحضر الامور وتاشيرات. مهندس سمير عدل امبارح ابتدى يطلع القرار الوزاري وابتدى الدنيا تشتغل، رغم ان انت عندك شوف استاد ابيجان في الاول هتلعب دوري الابطال والماتش الثاني ده وعندك ماتشات دوري في النص، انت ابتديت تشتغل على السفريه ودي كل ده النظام الاهلي بيعمله على طول يعني. اكيد. طيب برضه اروح معاك لجزئيه ثانيه بس اسالك فيها اسئله سريعه. تتوقع تصنيف الاهلي في مونديال الانديه اول ثاني ثالث رابع؟ انا بسجل بس معاكم الفتره دي لغايه لما يتم الاعلان واشوف وجهات النظر ممكن تتفق مع الرؤيه واللي هيعلنه الفيفا نهايه الشهر ولا لا. توقعي يبقى ثاني. توقعك يبقى ثاني. ثاني او ثالث يعني انا توقعي ثاني. بس خد بالك انت مهما كانت في حياديه كامله من الاتحاد الدولي او اللجان انت بتروح لجزء بيرتبط بقاره اوروبا. شئنا ما بين في قاره اوروبا وامريكا الجنوبيه بتتجامل والدليل انت الكونتيننت دلوقتي انت ريال مدريد بيروح 48 ساعه عشان ياخد بطوله ويمشي. بالظبط. ففي انحياز شويه لقاره اوروبا فممكن تتوقع ان انت الطبيعي ان الاهلي يبقى ثاني الطبيعي لان انت هتقسم الطبيعي. لكن انت مثلا تعالى بص لها في ناحيه ان لو حصلت حاجه معينه للانديه اللي بتشارك من اوروبا ممكن الاهلي يبقى ثاني. لكن انا اتوقع ان شاء الله الاهلي يبقى ثاني. طيب لما الاهلي يلعب ماتش يوم 14 ديسمبر في ملعب 974 يلعب مع باتشوكا ولا اتلتيكو مينيرو ولا بوتافوجو؟ فريقين البرازيل ولا باتشوكا المكسيكي؟ انا اتمنى باتشوكا المكسيكي. تتمنى؟ اتمنى. ليه؟ لان بص الكره في البرازيل حتى لو الانديه اضعف بس تحس فيهم ريحه الكوره. واحنا بتشوف المكسيك عارفين وتاريخ بيننا ما بينه يعني اللي هو خلاص بقى انت متعود بقى زي بتصحى كل يوم الصبح يعني عشان بس في ناس بتزعل من الكلام ده زي بتصحى كل يوم الصبح بتلعب بتشيك ده خلاص انت يعني في اسم اسماء بقت حافظ حتى الجون بتاعها وحافظ اللعيبه جزء من اللعيبه بقت حافظهم. طيب جزئيه ثانيه لو سالتك على فكره انتقالات يناير والناس ربطت انتقالات يناير اللي جايه هيكون لها علاقه بقائمه الاهلي اللي هيتم ارسالها للفيفا يوم 31/3 هل انتقالات يناير هتكون المورد الاساسي لقائمه الاهلي في مونديال الانديه ولا هيبقى لسه في جانب تاني في الفتره من 1 ل 10/6؟ طيب حلو جدا الموضوع ده عشان بس اتوضح طبعا في شويه تفاصيل كده خلينا بس نتفق على شيء ان اي بني ادم بيفهم بربع جنيه كوره هيعرف ان انت مستحيل تجيب لاعب في الفتره من اللي هي الفتره اذا اتعملت عشان بس انا لا اثق في هذا الامر اتعملت من 1 ل 10/6 اللي هي اديتها الفيفا للانديه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه اي حد عنده بربع جنيه كوره هيفهم ان انت مستحيل تجيب لاعب في 4 5 ايام وتلعبه تحطه في قائمه اساسي في محفل هو الاهم والاكبر بالنسبه للانديه. فالطبيعي ان انت يبقى تركيزك على انتقالات يناير كل اللعيبه اللي انت تستهدف ان انت تجيبها واحتياجات مارسيل كلها اللي انت تجيبها تجيبها في الفتره دي. طيب الفتره بتاعت من 1/10 هتشتغل فيها لو انت جبت تجيب مين؟ هتجيب حد بقى اللي هو مثلا انت عارفه هو عارفك انت لعيب عينك المدرب شايفه بيلعب قدامك في الدوري المصري مثلا شافه 30 مثلا 10 15 مره لعبتك لعبت معاه في منتخبات او حتى ما لعبتش معاه في منتخبات لعبت قدامه في انديه او لاعب عندك كان بره مثلا معار زي احمد عبد القادر او ديانج وانت عايز ترجعه هو حافظ فرقتك. لكن الطبيعي ان انت انتقالات يناير دي هي اللي هتكون الفيصل في ان انت تجيب اللعيبه الاحتياجات كولر. لا انا بتكلم بلغه المنطق والعقل بعيد عن التفاصيل اللي عندي في هذا الملف انا بتكلم بلغه المنطق والعقل واللي نعرفه عن مارسيل كولر. يعني مارسيل كولر مش هتجيب له لاعب محترف مثلا مهاجم يوم 8 يونيو وانا اول ماتش عندي يوم 15 وتقول لي لاعبه. فلسفه مارسيل كولر مستحيل مستحيل في محفل زي كده انت ما عندكش الريسك الماتش هيوديك في حته ثانيه وماتش عليك وماتش ينزل. اكيد. طب تعالى مع بعض كده نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا والمواقع ونقارن باللي اتكتب بالاخبار والمعلومات اللي عنده استاذ عبد الحكيم عشان هنشوف اخبار فيها تفاصيل غريبه شويه. نبدا مع بعض ونروح لحساب الوطن سبورت ونركز مع بعض ونشوف العناوين النهارده اللي نزلت مكتوب فيها ايه. الوطن سبورت بيقول لك ترشيح 13 لاعب لقائمه صفقات الاهلي في الميركاتو الشتوي بينهم 6 اجانب. تعليقك. 6 6 اجانب؟ هو الاهلي ما عندوش غير مكان. مظبوط. ممكن انت بتتحرك ان انت تشوف سكه تجيبها مكان تاني ده اللي انا اعرفه حسب معلوماتي كصحفي. لكن 13 لاعب ده رقم كبير جدا يعني رقم بص ممكن يبقى ترشيحات لكن اللي هيتعرض على مارسيل كولر مستحيل يتعرض الرقم ده. خد بالك في اسامي منهم اتعرضت على كولر مرتين ثلاثه قبل كده. ما هو الدايره خد بالك يا استاذ محمد انت برضه هنا لازم بتحط شكل معين ان انت التارجت بتاعك ايه والاسماء اللي هتكلم عليها والباكج بتاعك قد ايه. يا جماعه احنا لازم نشتغل انت بتتحرك هنا في 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 كره مصريه مهما جبت او مهما عملت التارجت بتاعك دي عمرك ما تروح تجيب لاعب مثلا زي ما الكلام اللي اتقال من يومين ثلاثه على مصطفى محمد. لا ده كانت مصطفى محمد مهاجم ممتاز جدا مهاجم منتخب الوطن سعره دلوقتي 7 مليون يورو وبعد كده مرتبط بعقد معناه انت لحد 2027 والرقم ده تم ادفع فيه اجيب تريزيجيه مثلا يعني ده بالعكس ده تريزيجيه اقل من كده برضه حتى تريزيجيه نفسه.
تريزيجيه ان انت ما كانش الامور تبقى اقل عمرك ما تقدر تجيبه، عشان بس الناس مش قصه تضحي، قصه النادي الاهلي القيم الماليه دي كبيره جدا على اي ميزانيه. تاخد بالك استاذ محمد، انت بتتكلم دلوقتي النادي الاهلي ميزانيته قد ايه بسبب الدولار، بسبب الدولار بس فرق شاسع فعلا، فرق شاسع جدا. اكيد اكيد. فالنادي بيعاني. طيب تعالى مع بعض برضو نشوف حساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع على منصه اكس نقل تصريحات لوالد اشرف داري، واتكلم في تفاصيل مهمه جدا. اكيد حلو قوي الموضوع ده، انا عايز اعقب، كنت عايز اعقب اللي فكرتني. طيب. والد اشرف داري قال نجلي لا يعاني من اصابه مزمنه وسيعود للاهلي بعد 15 يوم. هي تفاصيل مش بعيده عننا، ولكن انت عايز تعلق في اي جانب؟ اولا اشرف داري هي مش اصابه مزمنه فعلا، هو يعني ممكن تقول حاجه معينه اتكررت لكن مش اصابه مزمنه. وسيعود خلال 15 يوم هيرجع قبل كده ان شاء الله باذن الله. يعني خلال 10 ايام هيبقى مشاركه تدريجيه، هيتعمل له اشعه خلال ايام حسب ما عرفت. مش عارف، انا كنت اتفرجت، انت قلت الموضوع ده في قلت البداية. الخبر ده فعلا في البدايه مظبوط، لكن انا عايز اتكلم في نقطه ثانيه. انا اتمنى من نصيحه، دي مش بعيد عن الخبر، اتمنى من ولد اشرف داري، احنا الاعلام عندنا مش طيب ومش كيوت، يعني مش كله حسن النيه. تتوقع ان البعض ممكن لسه يعني بيجيب الراجل بحيث يبقى فيه بعد طبعا ممكن في ممكن في ناس تستدرجه لامور توقعه في مشكله. انا اتمنى، بتمني ان يبعد شويه عن حته العمل. الاعلام في مصر مش طيب خالص، مش طيب خالص، انا بقول لك بالامانه. في ناس بالصافيه يعني، في ناس مترصده. لا بص اقول لك حاجه، بدون ذكر اسماء، هو اكيد بدون ذكر اسماء، كلنا فرحنا جدا بالتصالح اللي حصل ما بين الشحات والشيبي. مظبوط. انت لما تطلع وتقول لي اصل انا رحت سالت الموقف بتاع خالد عبد الفتاح، ان انا رحت اسال هل انت ممكن ما تتصالحوش وتضغطوا على انت، يعني ده اعلام انت شايف كده اعلام كويس؟ عايز توصل ايه يعني؟ انت موضوعه خلص. وخد بالك الموضوع ده يمس، يعني هي مش قصه، هي طبعا ده راجل مغربي بيلعب في الدوري المصري، احنا ما صدقنا الموضوع اتلم من الاخر يعني. يعني مش عشان كان الشحات، احنا كلنا اعترفنا بالشحات، بس ايه الهدف من انت رايح تسال مصدر تقول له الكلمتين دول؟ وعلاقه قصه واحد دي بالموضوع ده اصلا، ده قصه ودي قصه تانية. يعني هو تعقيبا على الموضوع ده راح سال مصدر تاني، في سال حد في بيراميدز بيقول له هل ممكن مقابل اللي حصل مع خالد عبد الفتاح ان انتوا ترجعوا فكره التصالح، ترجعوا تضغطوا على الشحات؟ طب ايه جمله فادي الاعلام؟ فانت متخيل مثلا والد اشرف داري لو الراجل خد بالك، هو الراجل طيب جدا، ده عقليه فاضيه قوي، قاعده بالتكتيك وبتخطط لفكره حل. مصدر قال والخناقه دي ترجع والد اشرف داري يا استاذ محمد، لو انت بتشوف امبارح الراجل بيتكلم بتلقائيه وبتلقائيه، يقول لك الشعب المصري طيب وانا عشت اللي هو بيتكلم باللي جواه. فانت ما استبعدش ان واحد يستغلك ويستدرجك لجزئيه توديك في السكه دي. فانا اتمنى ان هو يعني ينتقي، او على الاقل يتقال له خلي بالك ده صح، ده ايوه، ده لا، اعتبرها وصلت. ماشي طالما في المغرب اعتبرها وصلت، خلاص اوكي تمام. نروح لحساب كره بلس، يمكن هنا امر مختلف، امر ليه علاقه بالاهلي المونديالي. تصريح لمدرب امريكا السابق عن النادي الاهلي، واللي قال فيه اعرف الاهلي واتوقع ان ينافس في كاس العالم للانديه. ده جورج برهاتر مدير الفني لفريق شيكاغو الامريكي. بكام ده يا استاذ محمد الخبر ده؟ لو انت حبيت تسوقه بره في شركات بي ار يساوي لك كام؟ لا يساوي طبعا، يساوي كتير. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل الموضوع ازمه، قال لك الاهلي هيكون منافس جيد في المونديال. انت مجرد ذكر الاسم الاهلي المصري، خدك احنا هنا عشان موقع مصري منشور باسم النادي الاهلي فقط لا غير. انت بره هتلاقي يقول لك ايه الاهلي في ايجيبت، انت فاهمني؟ هتلاقي كلمه الاهلي المصري دي هي الاساس بالنسبه لك. ده يساوي كام بالنسبه لك كقوه ناعمه؟ ده الفكره اللي احنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات، لما قلت لك قبل ازمه الحكام كانت الصوره اللي متصدره عنك في الاعلام الرياضي بره ايه؟ النادي الاهلي، كاس العالم للانديه، القايمه الانتركونتيننتال، الاهلي بعت وفد، نسخه كاس العالم هتيجي 14 فبراير، انت عامل برنامج، دي الصوره كانت عليك. فجاه الصوره عليك تسريبات حكام. طيب اروح معاك لحساب فيتو على منصه اكس، والخبرين الجايين بقى اكيد هيبقى فيهم تفاصيل هتعجبك. طيب اول حاجه فيتو على منصه اكس بتقول تفاصيل عقد رامي ربيعه الجديد مع الاهلي، وقالوا ان العقد هيكون لمده موسمين، وقالوا ان هيتم تقدير اللاعب ماليا باعتباره احد العناصر الاساسيه. تتفق ام تختلف، ام ان المعلومات ليست بنفس بعيدا عن قوة. قيمه بعيد عن مده العقد، لان مده العقد لسه يعني الموضوع ما اتحسمش نعرف نسبتها، لكن ده طبيعي. رامي ربيعه كابتن فريق، رامي ربيعه واحد من كباتن النادي الاهلي اللي هم حققوا انجازات يمكن في دوري ابطال افريقيا. رامي ربيعه واخد 6 ألقاب في انديه في مصر، مش في انديه، ما فيش ولا نادي في مصر خد الالقاب اللي خدها. فطبيعي ان الراجل طبقا لتاريخه ان انت تقدره ماليا، وده سيستم في النادي الاهلي على فكره. وعلى فكره يمكن النادي الاهلي كان عرف عنده دايم ان كابتن الفريق او اقدم لاعب عنده او اكبر لاعب، مش سنا، اكبر لاعب تحقيقا لانجازات البطولات، بيتم اعفائه من حاجات معينه ويتم وضع امور تقديريه ليه. فده خبر طبيعي، لكن انا المده الزمنيه يعني لسه ما اتحسمتش لان فيها كلام شويه. طب تعالى نروح لحساب الوطن سبورت على منصه اكس، واللي بيقولوا بيراميدز بيقدم عرض لحمزه علاء. تعالوا نشوف على الشاشه دلوقتي اهو، بيراميدز بيقدم عرض لحمزه علاء حارس الاهلي ب 10 مليون جنيه في الموسم، وقالوا ان الراتب
لمده 4 مواسم مقابل التوقيع بشكل مجاني للنادي السماوي في يناير المقبل وانتقال للفريق بدايه الموسم المقبل. للاسف خبر صح. للاسف اقول لك للاسف ليه؟ انت هنا كل ما بتحاول تصلح وتقول الامور تمشي بشكل جيد جدا، انا هنا بتكلم كصحفي تمام، انت عندك معلومه خبر. يتعرض عليه عرض زي ده، انت ما ينفعش ان انت تيجي دلوقتي بتكلم حتى لو من خلال وسيط، حتى لو من خلال وسيط. شوف انا بقول لك يعني مثلا تيجي لصاحب عبد الحكيم وتيجي تقول له عايزين نقعد مع حمزه علاء. ما ينفعش اللاعب لسه لحد يناير هو في فتره الحمايه، زي ما انا اول امبارح قلت الكلام ده على احمد مصطفى زيزو. احمد مصطفى زيزو لحد يناير ما ينفعش ولا نادي يتصل بيه او يكلمه عن اي حاجه، انت ما ينفعش تتكلم. وبيراميدز تحديدا في علاقتك بالنادي الاهلي انت المفروض تبقى حذر جدا 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 في التعامل، لان انت اللي بتحاول تصدر مشاكل. انت اللي بتحاول دايما تصلح. احنا لسه ما حلناش مشكله لجنه الانضباط والخناقه بتاعت الماتشات. انا مش متخيل انت بتتعامل كجهات بقى، كان اتحاد كوره او رابطه انديه او حتى جهات امنيه، ازاي تنظيم ماتش الاهلي وبيراميدز بعد الاجواء المشتعله اللي كانت السنه اللي عدت اللي أكيد. انت تسببت فيها. انت بتحاول تزود حته الاحتقان بعد ما في جزء من المشكله صلح الشحات والشيء بخلص، عايزين نلم شويه. رحت انت بقى تروح بقى لجزئيه، طب ما انت عندك 3 4 لعيبه اوتوماتيك تنتهي، هل الاهلي يروح يتكلم معاهم؟ لا. طب ما انت عندك لاعب بيطالب كل يوم صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع الصلاه ان انا عايز امشي ابراهيم عادل، وعنده عروض موجوده بالفعل، هل النادي الاهلي يروح يتكلم معاه خالص ويعمل الكلام ده كله؟ لكن انت ده المفروض تلتزم بجزئيه ان اللاعب فتره حمايه، ما يجي شهر يناير حضرتك من حقك ده كده. انا عن نفسي ما اقدرش الومك. طبعا. ليه؟ انت دخلت عديت فتره الحمايه. اكيد يعني كانت معلومه مهمه جدا سمعناها دلوقتي من الاستاذ عبد الحكيم ابو علا. طب اختم معاك الحلقه بسؤال طرحناه في بدايه الحلقه. سالنا الناس اسباب تراجع اداء منتخبات الناشئين والشباب. تعال نشوف التوقع او الاراء وجهه نظر الناس في اسباب التراجع، وانا بختم هاخد رايك كده سريعا. نبدا مع بعض. محمد علي بيقول المحسوبيه في اختيار اللاعبين. نستعرض الاختيارات او الاراء كده بسرعه. عبد الرحمن بيقول ببساطه لان مفيش قطاع ناشئين كويس في مصر، علاوه على ذلك الكوره بقت عامله زي العقارات كلها سمسره، بقت ابناء عاملين للاسف الاولويه ليست للموهبه. طيب محمد بيقول عدم لعب مباريات وديه وده واضح في عدم انسجام اللاعبين في كلا المنتخبين سواء ناشئين او شباب. في راي تاني معانا استاذ حسين بيقول تخبط اتحاد الكره وعلشان مفيش تطوير. ناخد راي تاني. محمد بيقول العشوائيه في اختيار الاجهزه الفنيه والمجاملات. الناس داخله بتدي على طول ضرب نار. كريم بيقول تاسيس من تحت بايظ، ولما نقول نجيب مزدوج الجنسيه اتحاد الكوره بيطفشهم. اوكي. حماده بيقول بسبب التخبط وسوء اداره من اتحاد الكوره. طيب تعليقك. انا عايز دقيقه. دقيقه سريعه. لان ده موضوع مهم جدا في ناس كتير ما بتتكلمش فيه. بما فيهم اتحاد الكوره الجديد دلوقتي. في ناس كتير ما بتتكلمش صح. اولا عشان بس ندي كل واحد حقه قبل ما ننتقد. قبل ما ننتقد. مسابقات قطاعات الناشئين اخر 3 سنين بتدار بشكل جيد جدا، وبيتعمل دوريات منتظمه وبمواعيد بتدي المنتخبات فرصه انها تعمل معسكرات وتعمل بطولات. النقطه الثانيه هو زي ما انت بيلام جزء عليه اتحاد الكوره في اختيارات الاجهزه المعينه، يعني انت بتختار اجهزه ممكن تكون مش على مستوى الحدث ومش مؤهله، لكن النقطه الاهم في الموضوع جزء التسنين تلام عليه الانديه يا استاذ محمد. لما يبقى عندك لما تروح تعمل معسكر لمنتخب سيم معين وعامل تجميع ل 70 لاعب، تخيل الموضوع اللي بقول لك عليه ده. الفرقه اللي بقول لك عليها دي مش هذكر فرقه ايه، راح هتلعب تصفيات في شهر مارس اللي جاي. تخيل انت لو ما عملتش اختبار الاسوره لحد شهر فبراير وال 70 لاعب اللي انت مجمعهم دلوقتي، ورحت لحد شهر ما اخترت منهم 30 لاعب، ورحت لشهر فبراير ورحت عملت اختبار الاسوره شهر فبراير. انت عارف ال 70 واحد طلع منهم 58 او 60 واحد مسننين. تخيل بقى لو انت رحت في ال 30 كنت انت قبل البطوله بشهر كانوا طول عدد. فالتسنين ده مسؤوليه انديه. النقطه الثالثه ودي المهمه جدا الاكاديميات. الاكاديميات اللي بتطلع لازم يبقى في رقابه عليها، يبقى فيها مقننه لان الاجهزه اغلبها بقى استثماري. النقطه الرابعه هي الحته بتاعت الموهبه. احنا لازم ندور على اللاعب الموهوب مش اللاعب المصنوع. استاذ عبد الحكيم نورتني وشرفتني. في حلقات جايه هطرح معاك واسالك على موضوع اتحاد الكره الجديد براس المهندس هاني بريده. كنا نتمنى يبقى في وقت النهارده. لا المره الجايه يبقى في وقت اكثر ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني وشكرا جزيلا. انا سعيد اني موجود معاك يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. حلقة فيها تفاصيل مهمه جدا، اتكلمنا النهارده اكثر على تفاصيل متعلقه بالاهلي والمشوار المحلي واخر اخبار الفريق. كل يوم عندنا تنوع شويه في الاخبار والموضوعات والفقره الحواريه. غدا باذن الله يتجدد اللقاء في برنامج الترند، وبالتاكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. شكرا والى اللقاء.